التركيز على النصف الممتلئ من الكوب لم يكن هدف المفتشية العامة للمالية في تقييمها للسياسة المنتهجة لترقية الصادرات خارج المحروقات. الهدف تنويع الاقتصاد بوضع القلم على الجرح أولاً وتصحيح الاختلالات ثانياً بما يتماشى مع سياسة الحكومة الجديدة. بالرغم من النقائص التي رفعت اليوم، هناك كذلك روافع، يعني دي لوفي روافع تمكن الاقتصاد الجزائري من النهوض ومن التقدم أكثر فأكثر. نقائص قابلتها جملة من التوصيات للنهوض بالاقتصاد الوطني، على رأسها تطوير الخدمات اللوجستية وضبط الأطر القانونية، إلى جانب مرافقة المصدرين بتسهيلات ميدانية. نقائص اللوجستيكية فيما خاصة فيما يخص النقل، النقل يحدد اليوم الكثير من إمكانية نقل الصادرات التي حتى وإن كانت بالكم وبالعدد الكافي، فنقص إمكانيات النقل البحري خاصة لا تسمح بتطوير هذه السياسة. المصدر يواجه عدة عراقيل، منها إدارية، يعني من بيروقراطية أو إدارية، ومنها كذلك بعض العراقيل التي تخص اللابيليزاسيون والأكريديتاسيون نتاع المنتجات. قوانين، نعم معك الحق، القوانين متضاربة في بعض الأحيان بينها، لذلك يجب أخذ هذا النقص بعين الاعتبار، وهو يعني ما يشكل أمر سهل نوعا ما، ليست من العراقيل الكبيرة، ويمكن للمشرع أن يشرع فيها ويعمل على تناسقها وتجانسها. إخضاع السياسة الاقتصادية المنتهجة للمساءلة بكل شفافية أضحت ركيزة من الركائز تعتمدها وزارة المالية، وهي مسؤولية ثقيلة جدا بثقل التحديات الكبرى التي رفعتها الجزائر لتطليق الاقتصاد الريعي وتسريع عجلة النمو.